أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم همسات في حياتنا. والنهاردة أول حلقة في السنة الجديدة، إن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا كلنا. طبعا أنا يسعدني جدا إن الحلقة النهاردة يكون معايا فيها الدكتور مصطفى أبو جازية، المعالج الروحاني بالقرآن. موضوع الحلقة النهاردة إن شاء الله هتكون على بدايات العلاج بالرقية الشرعية. أهلا بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا نورتني. دكتور رشا، واهلا بالساده المستمعين، وكل سنه وانتم طيبين يا فندم. نورتني طبعا، وان شاء الله تكون شكرا فيك. بداية سعيدة مع حضرتك. ان شاء الله. بداية كده، علشان نتكلم على العلاج بالرقية الشرعية، عايز اسأل حضرتك سؤال جه في دماغي. هل المعالج تقع عليه اضرار، سواء عليه او على اهل بيته؟ هل حضرتك بتكون مثلا مستعد ان انت تعمل تحصينات لنفسك، لاهل بيتك، لاولادك؟ تمام، سؤال جميل جدا. طبعا هو اغلب الناس بتحسب ان المعالج الروحاني او المعالج بالرقية الشرعية بيعيش حياة هادئة زيه زي بقية الناس. لا طبعا، هو حامل رسالة. المعالج الروحاني حامل رسالة، الرسالة بتاعته انه يدخل البسمة والسرور والفرح على كل من يعاني، سواء من سحر سفلي او علوي، سواء من لبس، سواء من مس شيطاني. فهو في مقابض بياخد عداوة من إبليس وذريته، عليهم لعنة الله جميعا. ولذلك أنصح جميع المعالجين اللي بيشتغلوا في هذا المجال إن دائما وأبدا يكون ليه تحصين لنفسه ولأولاده ولبيته. هناك تحصين للنفس إنه دائما يكون على وضوء وعلى طهارة وأذكار، ويكون ليه ورد من القرآن الكريم يوميا يوميا يواظب عليه المعالج بالقرآن الكريم، ويحصن أولاده ويرقيهم بالرقية الشرعية والتحصينات، أذكار الصباح والمساء، وكذلك أهل بيته. ودائما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الإنسان وهو طالع من بيته يقول لأهل بيته: استودعتكم الله. فهي ترد عليه الزوجة والأولاد: استودعنا الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك. ويكون في معية من الله سبحانه وتعالى الراقي أو المعالج بالقرآن الكريم إذا واظب على أذكار الصباح والمساء، ومنها تحصنت بالله العلي العظيم من شر إبليس وجنوده وأعوانه، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. دي بالنسبة للمعالج بالقرآن الكريم، وبالنسبة لأهل بيته، وبالنسبة للشقة أو المكان اللي بيقطن فيه أو يسكن فيه. طب المريض نفسه بقى، المريض اللي بيبقى جاي للمعالج، سواء يعني جاي لوحده او جايب حد معاه، هل حضرتك بتبقى مضطر قبل الجلسة تعمله تحصين للمريض نفسه او للمرافقين ليه؟ اكيد طبعا دكتور رشا. طبعا دي سؤال جميل جدا، وسؤال ينحط في الاعتبار عشان السادة المشاهدين يعرفوا لابد ان يكون هناك مكان مخصص للعلاج بالرقية الشرعية او بالقرآن الكريم، اي المعالج يكون عنده مكان خاص للعلاج عشان يستطيع أن يحصن المكان أثناء الجلسة أثناء الرقية الشرعية. يكون هناك تحصين من المعالج أو الشيخ اللي بيقرأ الرقية على المريض قبل أن يبدأ الجلسة. لابد من المعالج أن يقرأ آية الكرسي في الأركان الأربعة في الحجرة اللي بيتناول فيها العلاج، وتكون حجرة العلاج أو المكان اللي بيعالج فيه، سواء مركز سواء شقة سواء حجرة، يكون خالي من الصور أو التماثيل. معنى كلمة الصور أو التماثيل صورة يكون فيها روح، سواء صورة إنسان أو حيوان أو جماد، المهم أي يكون المكان خالي من هذه الصور كاملة، عشان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة أو كلب. فإذا لابد يكون المكان خالي. أما بالنسبة للشخص قبل ما ينقرأ عليه أو نكشف عليه نعرف هذا الشخص ملبوس أو مسحور أو ممسوس، لابد أن المعالج يقول له مثلا: اقرأ الفاتحة 3 مرات، ويحصن نفسه بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، والتحصينات، ثم يبدأ في الكشف على المريض بقراءة الرقية الشرعية عليه. حضرتك بيقولوا في ده معمول له عمل، تمام، أو ده كان في عمل مرشوش وهو خط عليه، تمام، أو لا ده راكب عفريت، تمام، ده ملبوس، تمام، ده ممسوس. تمام. اولا انا عندي بيختلط الامر بين حته ده ملبوس وممسوس، يعني انا عايزه الاول عايزه افرق ما بين ده ملبوس ايه وده ممسوس ازاي. دي اول حاجه. تاني حاجه، هل طريقه الكشف بقى نفسها بتختلف
سواء المسحور او الملبوس او الممسوس. تمام. شوف يا دكتور رشا، طبعا عشان نفرق بين السحر واللبس والمس، سؤال رائع جدا جدا جدا، لان الناس بيختلط عليهم يعني ايه ممسوس ويعني ايه ملبوس ويعني ايه مسحور. اول حاجة اقل الدرجات من الثلاث هي المس. يبقى المس سهل؟ لا طبعا صعب. وإلا ما كان شبه الله عز وجل آكل الربا بالذي يتخبطه الشيطان من مس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن لو لم يكن المس حقيقيا وله صورة واضحة في حياتنا العملية، ما شبه الله سبحانه وتعالى آكل الربا كالممسوس. فما بالك إذا الممسوس الذي يترنح يمينا وشمالا سيأتي آكل الربا يوم القيامة على هذه الصورة. دي أقل الدرجات. الدرجة الوسطى اللبس. يبقى إذن أقل الدرجات من إيذاء الشياطين أو الجن للإنسان هي المس. يعني المس يعني جن لطت من بره. جن لطت الإنسان من بره، سواء من الكتف في شرجات حركي كتفك، سواء لطه من ظهره مش قادر يفرد ظهره، يعني لمسه بس. لمسه بس، مجرد لمس. تمام. واللمس ده الله عز وجل شبهه بأكل الربا، إذن خطير. تمام. إذن المس خطير. ولكن يعني الخفية بتاعته إنه من بره الجسد، لم يدخل الجسد حتى الآن. لأن بينتقل من مس، إذا لم يعالج من المس فيتحول إلى لبس، وإذا لم يعالج من اللبس ممكن الجن اللابس لجسم الإنسان، إذا كان جن ذكر على أنثى أو جنية أنثى على ذكر، يسحر لنفسه عشان يدنه داخل الجسد. يبقى إذن في مرحلة مرحلة مرحلة، أقلها المس، وسطها اللبس، أصعبها السحر، لأن السحر يبقى جن مكلف. اللبس ممكن تكون سيدة أو حد كب مية سخنة في الحمام داس على جن من غير ما يشوفه، لأن إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، إحنا ما بنبقاش شايفينهم وهم شايفيننا. فعشان كده بيحصل إيذاء من الإنس على الجن بدون وجه بدون قصد، أما الجن عندما يأذي الإنسان يكون أذيه بقصد. يعني اللبس إن هو الجن داخل الجسد بيستوطن الجسد داخل الجسد فأصبح متحكم صح فيه. كده؟ أصبح متحكم فيه. تمام. ولذلك لما بيجي يسرع الإنسان بيتكلم على لسانه، تبقى واحدة أنثى ويقول أنا جرجس، أنا مرقص، أنا مش عارف إيه، أسماء ذكورية وهي تبقى أنثى. طب طريقة الكشف بتختلف؟ طبعا تختلف، هناك طرق كثيرة للكشف، فيها كشف عن طريق يسأل المعالج أو الشيخ المريض أو المريضة الملبوسة أو الممسوسة أو المسحورة عن الأحلام والرؤى، ومن خلال الكوابيس اللي بتشوفها، الأحلام المزعجة والكوابيس اللي بتشوفها، يستطيع المعالج الممارس ذو الخبرة إن يقول الحالة دي لبس أو مس أو سحر. طيب بعد ما يسأل المريض عن الأحلام والرؤى بتاعته، في حاجة تانية أذكار يقرأها المعالج ثم يرددها وراء المريض حتى يشعر المريض بخمل أو تنميل في أعضاء جسمه، سواء في اللسان سواء في اليدين، سواء ما يبقاش قادر يتكلم، دقات القلب تبقى سريعة، بتبدأ حالة حضور عارض بيظهر على جسم المريض، والشيخ بيقول له الأذكار وهو بيقولها وراه. عدينا المرحلتين دي، المرحلة الثالثة عن النظر. إذا نظر المعالج في عين المريض ويطلب من المريض أن يحط يده اليمين على عينه اليمين، وينظر المعالج بعينه في عين المريض الشمال وهو بيقرأ الأذكار وآية الكرسي، ده المعالج هيلاقي المريض بدأ يغيب عن الوعي درجات، أو بدأ يخمل جسمه أو ينمل، فبيظهر عارض يقدر من خلاله يحكم المعالج أو الشيخ اللي بيعالج بالقرآن أن هذا الشخص ملبوس أو ممسوس أو مسحور أو ما فيهوش حاجة خالص، ممكن تبقى حالة نفسية. مش كل ما يعرض على المعالج أو الشيخ تبقى حالة روحانية. طب هل في علامات ظاهره كده، علامات عامه، ممكن انا يعني ماليش اختصاص في المجال اشوف حد اقول ان الشخص ده فعلا مسحور من العلامات اللي ظاهر عليه، ولا دي لا؟ دي خاصه بالمعالجين، ما ينفعش اي حد يعرف حد الا اذا كان الشخص نفسه ملبوس، فالتاني ملبوس او مسحور، فالعوارض اللي جوه الجسدين بيلتقوا مع بعض، فدي بيحس بده ودي بيحس بده. لكن يعني الشخص السليم اللي معلوش اي اعراض سحر او لبس او مس لا يستطيع ان يكشف على مريض يكون عنده خبره بهذا المجال. يعني لو الاثنين زي بعض سهل ان هم يتعرفوا، بيحس بقشعره كل واحد اللي ضعيف او العرض اللي عليه او الجن اللي عليه ضعيف اضعف من الثاني، بيحس بخوف منه او خمول او يحس بتنميل في جسمه، فيشعر ان اللي قدامه ده مش سليم. طب ايه العلامات العامه اللي حضرتك كده بتلاحظها بقى على المسحور؟ يعني اول ما تشوفه كده بالنظر بس من غير ما تعمل له جلسه بتعرف ان ده، سواء كنت في لقاء او في اجتماع او في اي حاجه؟ دايما بيبقى وشه شاحب، عينيه زايغه، مش مركز في التركيز بتاعه، ممكن تتكلمي معاه في موضوع او في حوار تلاقيه انتقل من الموضوع لحوار تاني او لكلام تاني غير الكلام اللي احنا بنتكلم فيه او القصه اللي احنا موجودين فيها. فاذا المسحور او المسوق كشكل عام او كرؤيه عامه بنقدر نحدده من خلال
الشرود الذهني، اللهم صل على محمد، حدبت العين او العين ما بتبقاش مركزه، او بتبقى النظر بتاعه زايغ، مش مركز على طول، كثير الحركه في المكان، دايما الصحابي بيبقى قلق، يعني ما بقاش يقعد في مكان ربع ساعه ونص ساعه لوحدها، عايز ينتقل من المكان دي للمكان دي للمكان دي للمكان ده. فدي علامات اوليه ان هذا الشخص في جانب روحاني. من خلال الجانب الروحاني دي بقى بعد ما يدخل الجلسه او العلاج او يقرا عليه المعالج الرقيه الشرعيه يعرف هذا العارض داخله لبس او مس او سحر. طيب بالنسبه لي انا مثلا موجوده في مكان وانا حابه ان انا يعني احصن نفسي او احمي نفسي، او ازاي اي ام تحمي اهل بيتها من هم يتعرضوا لسحر، يتعرضوا لحاجه زي كده؟ تمام، بنقول كعلاج اولي لكل سيده في بيتها وعندها اطفال بتخاف عليهم، اول حاجه او اهم حاجه غلق باب الحمام. باب الحمام في كل شقه سيدتي هو منفذ ايذاء من الجن للانس. لازم ان دخل الولد الحمام يقفل الباب وراه، ان طلع من الحمام يقفل الباب وراه. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اتعوز اولادها دايما تقرا الفاتحه 3 مرات على راس طفلها في الصباح، هتحفظه لعند المساء. وان جرت الفاتحه على دماغه 3 مرات وهي حاطه ايدها اليمين على دماغ الطفل او الطفله، تقرا الفاتحه 3 مرات ثم تنفخ او تنفس في دماغ الطفل او الطفله 3 مرات، ربنا عز وجل بيوكل ملكان يحفظاه حتى الصباح، سواء الفاتحه 3 مرات او ايه الكرسي 3 مرات. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعوز الحسن والحسين ويعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. فاذا وتحصين المكان زي ما قلنا برضو في حلقه سابقه، انها تقرا او اي حد يقرا في بيته، عشان كده عنوان الحلقه بتاعتنا عالج نفسك، مش تروح لمعالج، لا، عالج نفسك بالقران. كيف تعالج نفسك بالقران؟ تسترقي لنفسك الطب النبوي، الوضوء، الطهارة، المحافظة على الصلاة، ذكر الله سبحانه وتعالى، دي كلها محصنات للبيوت، محصنات للبيوت. فياريت إن شاء الله بنعمر بيوتنا بذكر الله عز وجل، بقراءة سورة البقرة في البيت على طول دائما. أنا لسه كنت هكلم حضرتك الحتة دي، كنت أقول لك في زمان كانت ماما دايما تقول لك إيه، إحنا كل 4 أيام لازم بتجددوا سورة البقرة تقروها، او مثلا تقري سورة البقرة على كوباية مية وتحطيها في حاجة، في يعني حاجة اكبر، فكله بيبقى كده المية مقرية عليها، وده تحصين او غلق او حفظ الانسان. جميل، لسه اقول لك ايه رأيك في الموضوع. يعني يا ريت كل البيوت كل يوم خميس ليلة الجمعة الواحد يجيب شفشة كبير مليان مية، ويقعد مثلا الزوج والزوجة، هي تقرأ النص، هي سورة البقرة 264 آية، يقسمهم بالنص هما الاثنين، كل واحد يقرأ النص، لو واحد يقرأ النص الثاني، ويضيفوا المية على بعضها، يشربوا يسقوا أولادهم ويرشوا شقتهم ويرشوا بيتهم، أكيد هيدانهم طول الأسبوع سعادة، مفيش مشاكل، الشيطان هيتجنب إنه يخش بيتهم أو يفسد حياتهم الزوجية، وتبقى حاجة جميلة من منطلق جميل. البخور، الريحة الطيبة في البيت جميل، بيطرد الشيطان. البعد عن المحرمات او الغيبه والنميمه، دي من ضمن تحصينات البيوت برضه، لان الشيطان بيجي في الاماكن اللي بيبقى فيها مثلا كلام كتير، فلان راحت وفلان اجت وفلان اشترى لفلان وفلان طلقت فلان، بتلاقي دخلنا في مواويل وبنبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لا، اشغل نفسك بمشكلتك ومشكله بيتك واولادك، اكيد مش هتلاقي مساحه انك تخش في غيبه ونميمه. وعود لسانك قول الصدق تحظو به، ان اللسان لما عودت معتاده. سؤال مهم قوي بقى جه في دماغي كده وانا بتكلم دلوقتي. اتفضلي يا فندم. انا دلوقتي بتحرك في حياتي عادي، تمام، بشوف شغلي، بس بلاقي بقى ايه، ممكن في عقبات بتقابلني، في مشاريع انا مخططه لها بتقف، في علاقات في حياتي بتبوظ، تمام. انا منين احط ايدي ان ده حاجه معموله او ده سحر او ده هو اصلا باي لك كده تلقائي بيحصل في حياتي؟ إذا تكرر مرة واحدة أو حصل مرة واحدة يبقى بيلاق حصل في حياتك. لما إذا تكرر أكثر من مرة نقدر نقول حسد. ناخد في المقام الأول إن مثلا ليه الدكتورة رشا مشهورة؟ ليه الدكتورة رشا بتمشي يمين شمال؟ ليه الدكتورة رشا كل يوم في جديد في حياتها؟ فأكيد في عين بتاخد غصب عن الواحد، ودي بنستعوذ بيها وبنقرأ المعوذات 3 على 100 وبنشرب منها وبنستحمى 3 أيام، هتروح العين من جسم حضرتك. طيب الموضوع زاد عن حده وبدات احس بمغص لما يكون عندي لقاء النهارده، او احس بصداع او مش عايز اروح، لا، يبقى الحاسده او الحاقده دي ترجمت حسدها وحقدها الى عمل بفعل فاعل. هل هذا العمل مشروب ولا متخطي ولا عزيمه؟ على حسب الراقي او الشيخ اللي هتروحي يقول ايه، لو عمليه استمرت، ما هو لازم النهارده
نبحث في نفسنا داخليا ان مفيش حاجه وليده الصدفه، كل عمل لابد له من عامل. لازم يكون عندي عرض قوي يحسسني ان انا لازم الجا، يعني انا عشان اروح لدكتور مصطفى لازم يكون عندي عرض قوي يحسسني ان انا لا لازم ادور على حد، لازم حد يشوف لي المشكله. ثلاث اشياء يا فندم. تمام، ايه هما بقى؟ الارق بالنوم ما بتنامش كويس وهي محتاجه تنام، نفضه في الجسم لا اراديه تحس وهي نايمه على السرير كده مسترخي او مسترخيه، جسمه انتفض غصب عنه، لما يجي يقوم من النوم الصبح يلاقي دراعه او رجله منمله تنميل شديد، لازم يتحرك ويدور على معالج او شيخ يقرا عليه. دي عالم عادي يعني علامات قويه وشديده انها تخلي الواحد ما يسكتش عن نفسه. الجلسات بتختلف يا دكتور؟ يعني بمعنى؟ بتختلف في الاداء وبتختلف في العدد؟ اكيد طبعا. يعني عندنا مثلا في حالات السحر عندنا سحر مش معقد خالص، وعندنا سحر معقود عقده واحده هيحتاج جلسه واحده، سحر معقود ثلاث عقدات هيحتاج ثلاث جلسات، سحر معقود 5 7 9 11 اصعب انواع العملات 11 عقده. هيقول الدكتور او الشيخ مبتدئ، اقول لهم لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر لبيد بن الاعصم او لبيب بن الاعصم في بعض الروايات ربط النبي صلى الله عليه وسلم 11 عقده، جاء بتمثال من الشمع وجاء هذا السحر اليهودي واعطى جاريه 3 من الدنانير وقالت وقال لها ائتيها بشعر من لحيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن شعر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مشط وماشطه. فجاءت هذه المراه الخادمه للبيب بن الاعصم وجابت تمثال من الشمع وربط النبي 11 عقده يا دكتوره رشا. فنزلت قل اعوذ برب الفلق 5 ايات وقل اعوذ برب الناس 6 ايات فاصبحوا 11 ايه، كانت كل ايه تفك عقده من عقد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بنقول العمل ده معقود ودي لاهل الخصوص من العلاج. على فكره في المدرسه الروحانيه او في مدرسه العلاج بقوه كريم لابد ممتهن هذه المهنه ان يمتهنها على يد شيخ، ما يجيبش كتاب او اتنين يقراهم او مجرد ما يحفظ الرقيه الشرعيه اصبح معالج، لا، لابد الامتثال، انما العلم بالتعلم، لا يؤخذ العلم اقتباسا وانما العلم بالتعلم بالتعلم. فانا بالنسبه لي يعني يعتبر شيخنا والشيخ المصريين هنا في مصر الدكتور اسامه العوضي وهو تلميذ الشيخ عبد الخالق العطار واستاذي وشيخي الشيخ محمد حامد علي داود من الغربيه من طنطا، فانا تتلمذت على يد مشايخ ما خدتش الموضوع مع اني ازهري واستاذ للقراءات وعلوم القران، ولكن تتلمذت في هذا المجال وهذا العلم على يد شيوخ. يمكن المره اللي فاتت دكتور غرباوي كان ليه سؤال عند حضرتك وكان وقت الحلقه ما سمحش، عيده بقى المره دي. ايه الرساله اللي توجهها للسحرة او اللي بيعملوا اعمال تضر الناس؟ اقول لهم طبعا اتقوا الله عز وجل لان السحر حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا ما هنا يا رسول الله؟ قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين والسحر وقتل النفس التي حرم الله بالحق الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. اذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السحر من ضمن السبع الموبقات التي تهلك صاحبها وشبهه بعاق الوالدين وباكل الربا. اعزائي المشاهدين يا ريت ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه النهارده، وانتظرونا الحلقه القادمه ان شاء الله مع برده الدكتور مصطفى ابو جازيه وحلقه جديده هتتكلم على انواع الجن الذي يلتبس الانسان واحواله، اسباب اقتران الجن بالانسان، واهم موضوع الجن العاشق وعلاماته وعلاجه. انتظروني الحلقه اللي جايه ان شاء الله، ما تروحوش بعيد، استنوني في برنامج همسات في حياتنا مع رشا الشيخ.